مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة بمناسبة ذكرى نياحة البابا شنودة الثالث الاثناشر. طبعا انتوا عارفين ان ذكرى نياحته 17 مارس 2012، وقرر المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الارثوذكسية رقم 9 دورة يونيو 2013 بقراءة سيرة المتنيح البابا شنودة الثالث في سنكسار 17 مارس. يعني الكنيسة في يوم 17 مارس في السنكسار بتقرأ سيرة حياة البابا شنودة الثالث. تعالوا نشوف بقى مكتبين في السنكسار 17 مارس 8 برمهات، سيرة حياة القديس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث. ولد نظير جيد رفائيل يوم 3 أغسطس 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، واجتاز مراحله التعليمية الأولى في دمنهور والأسكندرية وأسيوط وبنها، وأتم دراسته الثانوية بمدرسة الإيمان الثانوية بجزيرة بدران بشبرا مصر. وفي سنة 1939 بدأ خدمته في مدارس التربية الكنسية بكنيسة العذراء بمهمشة بالقاهرة. وفي سنة 1946 بدأ خدمته بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا مصر. وفي سنة 1947 حصل على ليسانس الأداب قسم التاريخ من كلية الأداب بجامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة حاليا. وفي نفس السنة اللي هي 1947 تخرج من كلية الضباط الاحتياط. وفي سنة 1946 التحق بالكلية الإكليريكية وتخرج بها سنة 1949، وعمل في مجال التدريس. وفي سنة 1949 تقرس للخدمة والتدريس بالإكليريكية، وقد تولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد في أكتوبر 1949، وحتى رهبنته في يوليو 1954. وفي سنة 1952 اختير رئيسا لمجلس إدارة بيت مدارس الأحد، ثم استقال منه ليتفرغ للإكليريكية والخدمة. وفي سنة 1953 قام بالتدريس في مدرسة الرهبان بحلوان. وفي 18 يوليو 1954 ترحب بدير السيدة العذراء السريان بوادي نطرون باسم الراهب أنطونيوس السرياني، وصار أمينا لمكتبة دير السريان. وفي عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد حوالي 7 أميال عن مبنى الدير، مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة. تمت صيامته قصا يوم الأحد 31 أغسطس 1958 بيد أنبا سأفيلوس أسقف الدير وقت ذاك. وفي يوليو 1959 اختاره البابا كرولوس السادس ليكون سكرتيرا له. وفي 30 سبتمبر 1962 تمت صيامته أسقفا للتعليم باسم أنبا شنودة، وأسس اجتماعات روحية للوعظ والتعليم بمنطقة دير الأنبا رويز بالعباسية. وفي يناير 1965 أصدر العهد الأول من مجلة الكرازة. وفي سنة 1966 أصبح عضوا بنقابة الصحفيين. بعد نياحة البابا كرولوس السادس يوم 9 مارس 1971 تم ترشيحه للجلوس على الكرسي البابوي، وكان ضمن الثلاثة الذين اختيروا بالانتخاب يوم 26 أكتوبر 1971. وفي يوم الأحد 31 أكتوبر 1971 تم اختياره بالقرعة الهيكلية. وفي يوم الأحد 14 نوفمبر 1971 تم تتويجه وتجليسه على الكرسي البابوي. وفي فبراير 1991 اختير رئيسا لمجلس الكنائس العالمي عن الأرثوذكس الشرقيين والشرق الأوسط. وفي 8 نوفمبر 1994 اختير رئيسا لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، وتجدد انتخابه المرة تانية سنة 1998 ولمرة تالتة 2003. وقام بعدد 104 رحلة خارج مصر لأهداف رعوية ومسكونية للعديد من الدول في قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا.
وقام بصيامة أول بطرك لأريتريا وهو أبونا فيلبس الأول 1998، كما قام بصيامة أبونا أنطونيوس الأول بطريركا لأريتريا عام 2004، وقام بصيامة 117 مطرانا وأسقفا وخوري أبسكوبس، وكذلك صيامة 1001 كاهن للقاهرة والأسكندرية وبلاد المهجر، وقام بعمل الميرون المقدس 7 مرات، يعني في خلال 40 سنة عمل الميرون المقدس 7 مرات بس، مش البابا تودروس اللي بيعمله كل 3 سنين. وفي سنة 1973 ميلادية أحضر إلى مصر رفات القديس أثناسيوس الرسولي، وصدرت في عهده بعض اللوائح، منها لائحة المجمع المقدس 1985 ولائحة المقرصات 1991. وفي 25 مايو 1980 أسس أسقفية لخدمة الشباب، وفي 1976 تأسست أسقفية عامة لشؤون أفريقيا، وفي 1995 تأسست أسقفية للكرازة، وأسس معهد الرعاية والتربية 1974، ومعهد الكتاب المقدس الأعلى للقوات المسلحة، وما أصدره من بيانات مؤلفاته يبلغ عددها حوالي 150 كتابا، وتشمل العديد من المجالات الروحية واللاهوتية والعقائدية وغيرها، وتمت ترجمة العديد من مؤلفاته إلى لغات متعددة، كما كانت له مقالات بمجلة الكرازة وجريدة وطني وجريدة الأهرام وجريدة الجمهورية وجريدة أخبار اليوم ومقالات أخرى بمجلة الهلال، وله حوالي 20 قصيدة روحية إلى جانب العديد من أبيات الشعر وغيرها. تنيح مساء يوم 8 برمهات 1827 شهداء الموافق 17 مارس 2012، وتم صلاة الجناز على جسد الطاهر يوم 23 مارس 2012، وسط حضور العديد من ممثلي الكنائس في العالم ورجال السياسة ومئات الآلاف من الشعب المسيحيين والمسلمين، ودفن بمقبرة خاصة بدير القديس الأنبابشوي بناء على وصيته، وقد جلس على الكرسي البطريركي لمدة 40 سنة واربع شهور واربع ايام، وبهذا يعتبر سابع الباباوات من حيث طول مدة الجلوس على الكرسي المرقسي، وعاش 88 سنة وسبع شهور واربعتاشر يوم. بركة صلواته تكون معنا، ولربنا المجد ابديا امين. Ah.
كم في المال دول طريقة صح؟ طبعا أول ما تفل خمسة كده عمل باسم الكنيسة القبطية ومجمعها المقدس نودع على رجاء القيامة قداسة أبينا الحبيب راعي رعاتنا ورئيس رؤساء كهنتنا ومعلمنا وأبينا ثالث عشر الرسل قداسة أبينا الحبيب البابا شنودة الثالث نودعه على رجاء القيامة ونحن يا أحبائي إذ يعز علينا رحيل أبينا الذي تربينا على يديه منذ أكثر من نصف قرن فهو يقود الكنيسة منذ النصف الأول من القرن الماضي ترك أثرا عظيما في حياة الكنيسة بل وفي العالم كله قداسة أبينا الحبيب الذي نعتز بأبوته لن ننسى عمله معنا في كنيستنا فهو قاد الكنيسة كربان ماهر حكيم وقاد فكر التجديد بعمل الروح القدس وحفظ الكنيسة في تجديدها فلم تنحرف
حافظ الكنيسة في تجديدها بقوة الصلاة، فكثرت الصلوات في القداسات والأديرة والكنائس، وعمل عملا عظيما جدا بفعل الروح القدس. قاد حركة التجديد في الكنيسة عندما نشر تعليما أرثوذكسيا سليما، فتعددت المعاهد اللاهوتية وصارت هناك في كل ربوع المسكونة فكرا أرثوذكسيا نابعا فكر قداسته الذي نعتز به. لقد قاد حركة التكريس في الكنيسة القبطية، وكان في زمانه تكرس على يديه الكثير من الشباب في العالم كله، وكان هناك عملا رعويا قويا تمثل في الكنائس والمؤسسات، كان عملا قويا بفعل الروح القدس الذي عمل فيه بقوة. فهو رجل البرية، رجل الصلاة، وهو رجل التعليم، وهو رجل الرعاية. ونحن لا ننسى على مدى الدهر ما صنعه البابا الشنودة في حياة الكنيسة كلها والكنائس الأخرى. يا أحبائي، إن الكلمات تعجز عن أن نصف حبيبنا وقائدنا وأرينا الذي تربينا على يديه. لقد ترك لنا مثالا في القيادة، كان موسى النبي في عصره، كان يشوع في عصره، كان نحمية، كان يوحنا المعمدان، كان بولس الرسول. إن قيادته أثرت في العالم كله، إن قيادته الحكيمة جعلت أولاده يؤمنون بصدق الوحدة الوطنية، فكان قائدا للوحدة الوطنية في وطننا، وكان عاملا مهما في محبة. إن قوة تأثيره وعمله القيادي وحد الكنائس في العالم، فهناك الحوارات، ولعلنا نحن نرى اليوم في وسطنا إخوتنا من الكنائس المختلفة في العالم كله، الكنائس الكاثوليكية والكنائس الرومي الأرثوذكس والكنائس الإثيوبية والكنائس السريانية والكنائس اللوثرية والكنائس الأنجليكانية، إن هذا التجمع الحاشد إنما بفضل قيادته الحكيمة التي أثرت. نرى إخوتنا المسيحيين من العالم، وإخوتنا المسلمين من الشرق الأوسط، من الخليج، من مصر، إن هذه ثمار القوة القيادية التي كان يتمتع بها البابا شنودة الثالث. إنه رمز للقيادة. إن العمل الذي قام به البابا شنودة احتاج أن يتلمس كثيرين، فعصره هو أكبر عصر عاصرناه في تكريس الشباب الذين تتلمذوا على يديه لكيما يكونوا كارزين ويكونوا خداما للكلمة. انتشر صوتهم إلى كل المسكونة، وكل صوتهم معروف في كل العالم. إن الكلمات يا أحبائي لا تعبر عن حقيقة هذا المحبوب. إن الكلمات لا تعبر عما صنعه البابا شنودة في جيله، ولكن سوف يستمر هذا الصوت إلى مجيء ربنا يسوع المسيح في مجده. هو يسمع صوتا اليوم، ادخل إلى فرح سيدك. ونحن نصلي أن يشفع فينا لكي ما يكون لنا نصيبا معه في المجد السماوي. ونحن إذ نودعه على رجاء القيامة نقول له: امضي يا أبانا إلى موضع راحتك، اذكر أمام عرش النعمة، صل لكي ما يكمل الرب أيامنا بسلام كما كملت أيامك بسلام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، أمين.